الشعب للصحفي الإنجليزي شريبان عندما صرح أنه خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بدون حرية الصحافة. الأفضل أن نحرم من المسؤولية الإدارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على المحرمة من حرية الصحافة، وذلك أنه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أو آجلا أن نعيد الحرية للآخرين. بطبيعة الحال هي مفتاح للوصول إلى الحقيقة. المبدأ الثاني وهي حرية الوصول إلى مصادر المعلومة. بطبيعة الحال حرية التعبير ازدهار، الآن حرية الوصول إلى مصادر المعلومة هذا المكسب هو من بين أولويات العمل الصحفي، لأن ذلك من شأنه أن يوصل الصحفي إلى المعلومة الموضوعية وبالتالي إلى نشرها دون تعرضه لأي إكراه أو ضغط في إطار ممارسة لحرية التعبير الخارجي. وتستمد حرية الصحافة المرجعية ديالها بطبيعة الحال من الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أن لكل شخص الحق في استلقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد في الحدود الجغرافية. المبدأ الثالث هو الدقة والصدق وعدم تحريف الحقائق. حتى لا أقيل عليكم غادي ندوز المبادئ اللي هما معروفين اللي هو الحق في المعرفة، هذا حق ضروري ومكسب بالنسبة لجميع الصحفيين، كذلك مسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه، كذلك بين النزاهة والاستقلالية، الامتناع عن التشهير والاتهام الباطل والقذف، حق الرد والتصويت حيث هو رد في المشروع المدونة، بعض الإجراءات المتعلقة بالضبط والتدقيق، بعض الإجراءات المسطرية الخاصة المتعلقة بحق الرد والتصحيح. يعني تنشر واحد الخبر مع المنتجين الإسلامية وتيجي المعلم العام وتيطلب باش يصححوا هاد المفاهيم، خصو يتنشر في نفس المكان في نفس الخط في الصفحة فاش تنشر الخبر. وهذا من بين الأشياء اللي جات فيها المدونة واللي كتواكب التوجهات العالمية. كاين كذلك احترام السرية المهنية والمتاحف السرية المهنية، وأن هذا الصحفي راه ملزم بعدم إفشاء سند الخبر ولا الجهة التي تلقى بها الخبر، ما عدا إذا تعلق الأمر بطبيعة الحال بما يمس النظام الداخلي للبلاد، فهنا تكون الحكومية ملزمين لأنه هذا فيها وحدة خلاص. أقول لأنه أول من مكان أنا من المقر الداخلي أمام حسن الثاني. سي عمي تقول حينما كان رئيسا لبلدية فاس المدينة. نشكره مرة أخرى حضورك دائم وبالتالي أنت دائم ماشي رئيس دائم رئيس دائم معنا من أجل كذلك تطوير الأجيال اللاحقة. شكرا الكريم. شكرا لك وشكرا لك على الكلمة السليمة ولزلتك على الحياة. أنت أنا عم الصغر فأنا أشكر الدعوة للحضور بمناسبة أن جات واحد المناسبة رائعة جدا جماعة بني الشكل واليوم الشكل من حيث الفضاء، فإنني سعيد جدا بهذا المكسب وأحيي جميع أعضاء النقابة والصحفيين، لأنه لو لم يكن لمدينة فاس هذا الإشعاع لالتفت إليها قطبان كبيران سعد بن قريب ولا السي مجاهد ولا أعلم حصهم على السنتين داخل جمعيتهم المسافة. إذن هذا مكسب جديد وأحيي فيه السي محمد الولاد الذي ساعدنا جميعا منذ البداية، لم نوفق كما هو الشأن ولكن الأخ في سعادة الذي هو الثالث المستمر في هذا النضال ديال النقابة وجميع الإخوان الحاضرين. أنا إشارة فقط من ناحية قدس الشكل من ناحية المنور هو الموضوع العيد اللي تقدم به الأستاذ الجليل سي محمد مرادة، وأحسنت فعلا أن أقدم هذا الرجل لأنه الذي يقدم النصيحة يجب أن يكون نصوحا وأن يكون متألقا، فإننا مدينة فاس تشهد له بهذا الأخلاق وبهذه المواصفات لأنه أخص أخلاقيات هي عبارة عن وعد، ولكن لا يمكن أن نستمع إلى الحاضر إلا إذا كانت من واعد حقيقي، فإننا نشكر وجزيل الشكر على هذه المبادرة.
بالنسبة لما نطولش تتخدري ناحية الكتابة الإعلامية مرات تبع عدة مهمات متعددة نظامية أو مهنية أو تربوية كشفية على أقلالية حزبية وأقول دائما أخطر مهنة أو مهمة وهي الكتابة لأن الكاتب يمكن أن تكشف حقيقته وحقيقة كتابته ولو بتعزياته مثل شيء تعزية تعرف عن تعزية أمام الغومة أو مؤجورة أو في ذاتها حقيقة فبأحرى في كتابة أخرى التي نكشف للأسف ونرى أن الظلم والفساد لا يتصرف إليها ولكن لا جهد لأنه الأخلاق يتبع أخلاقيات على كل أنا بغيت واحد السؤال سهل جدا هو هل يذهب المعادلة أو التناقضات لا يمكن أن نشرحها بشيء ولكن كثيرا من الأمور تتصرف بعكس ذلك من مصدر الجهود مصدر المقرب من مصدر قريب من الجهود سمعنا علمنا هذه العبارات الفاضة أو التي لا تحل أي دور لها في الإعلام هل هي من الأخلاقيات أم القولية الإعلام إذا كان هو خبر وتعليق فالخبر محسوب عليه أما إذا كان تعليقا فهي أعتقد بأنه بحر لا ساحل له ويجب أن يعالج بانطلاقا من المنظومة الاجتماعية قد قبل أن يتحقق من جانب المنظومة الإعلامية واحد لحظة معينة صحافة صغر وفي لحظة أخرى صحافة منتجة ذات الحق تأتينا بمعلومة وتخترق المجتمع وتحاول أن تؤطره هذه مفارقة يجب على الأستاذ الرضا أو المعنيين يجاوبنا عليها وشكرا. سبحان الله حسن الكلمة سبحان الله بخير أنا يمكن غنبدأ بواحد الكلمة يقول السوسيولوجيين أنا إنسان في الأصل ومغربي بالصدفة إذا أنا إعلامي في الأصل وأنتمي لأي منبر بالصدفة رجاء في إطار التأتيت والتأسيس الثقافة ديال أخلاقية المهنة ما يكونوش عندنا صكوك ديال الاتهامات جايزة مع بعضياتنا إن آخر ما تنصر أخاك ظالما أو مظلوما هي المبدأ الأساسي من أسمع في التعاطي مع المهنة بعيدا على مستويات البحث في اللغه الثالثه اللغه الثانيه مستوى اللغه الاولى او المعياريه في اللغه في التداول على المستوى الاعلامي الجانب الاخر هو انني في اعتقادي حنا كنتابع واحد المجموعه ديال المنابر الاعلاميه في تغطيتها ربما اللي ما استطعناش نوصلوا له في المغرب هو السؤال الحقيقي هي صحافه الخدمه صحافه المعلومه صحافه التاطير الوطني صحافه تدبير الشان العام صحافة الاقتراع ولكن هذا الشيء كله ماشي فقط مسؤول عليه صحافة أو جريدة أو صحفي واللي مسؤول عليه هو أننا في البلاد بغينا ونفكر هنا على مستوى اختياراتنا المؤسساتية من الأسس والقواعد الثابتة إذا كنا كنناقش حقوق الإنسان كاملة والاطلاع المؤسسة ديال مجموعة ديال الجهات والأجهزة فلا بد من المؤسسات مهنة الصحافة في التعاطي وقلنا في تصريح إنساني على أنه اليوم إحنا ما عندناش صكوك الإدانة لأي طرف أو أي جهة أو أي أحد إلى اليوم هذا الصحفي بوحده اللي خصو يتحكم فقبل منه تحكم المؤسسة اللي ما كتعطيش المعلومة ذات مرة وأنا بالمناسبة ما يفوتنيش نشكر واحد من الأساتذة ديالنا اللي تكوننا على يديهم في الشكل القانوني أستاذ ناصر محمد الرضا غزيون من خلال البرامج الإذاعية قال لي أحد القضاة قال لي ممكن نسميو القضاة فاسدين ولكن شكون في السبب وخلى السؤال إشكالي مطرح بمعنى هناك وسطاء هناك ناس كيتاجروا الجانب الآخر هو في المهنة ما عمرنا ما نقولوا هذا كينتمي حيت قاري في معهد وهذا ما كينتميش حيت قاري في جامعة وهذا كينتمي حيت في مؤسسة حنا عرفنا أن خيرة الكتاب اللي كانوا على نطاق دولي وعربي لم يلجوا معهدا إلى اليوم ونبقاو واضحين وصراحة كبار الإذاعيين من فاروق شوشة إلى حمدي القندي إلى برجي لم يلجوا معهدا لأن كما كيقولوا يولد المحامي محاميا والقاضي تصنعه الأيام فالصحفي يولد صحفيا والكاتب تصنعه الأيام
إذا رجاء إذا كان من المناشدة من الإخوان في الفرع الجهوي هي مناشدة من الجهات الوصية، حنا كنتحدثوا على الجهوية المتقدمة باعتبارها رهان المغرب يكون حقنا في البلوج المنصف إلى المعلومة. سعيد ريشي القاسمي رئيس منظمة السلام والتسامح صدق مع جمعية العالم عضو منظمة جمعية العالم الشهر مدير جريدة المال. هذا اللقاء هذا هو لقاء محمود، هي أول مبادرة ديال فرع المقابر الصحفية، وأملنا أن تستمر هذه اللقاءات لأنه هذه اللقاءات كانت فرصة للتكوين للتعاون ولتطوير القطاع. أريد في البداية أن أستنكر ما وقع في فرنسا. أنا أستنكر الإرهاب وأنا أؤكد أن الإرهاب هو السلاح الأساسي للحرب، وعلى رجل الإعلام أن يكون صادقا لديها ومتمكنا مما يجب. هذا بالنسبة لهذا المطلب هنا، والحمد لله على بلدنا اللي كيمتاز بالاستقرار والانسجام والتصحيح لكل محاولات الإرهاب والتهريب. النقطة الثانية هي ديال الصحافة الجهوية بالإضافة إلى أخلاقيات الصحافة، أخلاقيات لينا. حينما نتحدث عن الصحافة يجب أن نتحدث عن المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الجهوية وحقوق هذه المؤسسات من طرف المسؤولين الإداريين في الولوج للمعلومة في الدعم في التشجيع وفي المحاسبة كذلك. وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أشير إلى أنه في ظل الجهوية الموسعة التي قسمت المغرب إلى 12 جهة عوض 16، على المسؤولين الجهويين أن يخصصوا من ميزانية المجالس أو ميزانية الجهات دعما للمؤسسات الإعلامية الجهوية. وهذا الدعم كان يمكن يوفر بزاف الحوايج، يوفر التصنيف، يوفر التسييب، يوفر التلاعب، يوفر الاستفزاز، يوفر بزاف الحوايج. فإذا كنا نريد جميعا أن نطوي هذا القطاع فلا بد أن نضع يدا في يد وأن نتعاون من أجل المعلومة النقية الجيدة الصادقة. الجانب الثالث اللي بغيت نشير له هو أين حقوق المؤسسات الإعلامية، لأنه هذه المؤسسة الإعلامية اللي من المفروض أنها تأدي الواجب ديالها على حقوق يجب أن تفتح على الأبواب من أجل يجب أن تعمل المؤسسات الإدارية اللي تبع الجهة على إيصال المعلومة في المؤسسة. ما يمكنش واحد الجهة فيها 200 مؤسسة إدارية في إطار أصح مصالح خارجية ومصالح خارجية انتظروا هذه المؤسسة كل إدارة تدوز لها وكذا، أخصائيين لي كومونيكي يكونوا كيجيو، الأنشطة يكونوا كيجيو المؤسسة الإعلامية، والمؤسسة الإعلامية كتبلور كدير شغلها. وشكرا على هذا اللقاء.